السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم بشوف معايا كيفية تحضير وصفة اللبلاب التونسي بطريقة سهلة مبسطة، وبحول الله نعطيكم كل أسراره باش تنجح لكم الوصفة ويجيكم أحسن من اللبلابي اللي تشرو فيه من المحلات. نشوفوا مع بعض المقادير الأولية لتحضير اللبلاب التونسي. جبت كسرونة فارغة كما تشوفوا، وعندي 2 لتر من الماء، وعندي 500 جرام من الحمص، حمص يبس. نقيته وغسلته مليح وخليته يستقطر كما تشوفوا، هاهو شايح ما فيه حتى قطره من الماء اللي غسلته فيه. ماذا بينا كي نغسلوه نخلوه شويه وقت باش يستقطر اكل الماء اللي غسلناه فيه. تاو باش نحط 2 لتر من الماء في الكسرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بيكربونات دي سود كما تشوفوا الخاصه بالاكل، باش ناخذ منها تقريبا نصف ملعقه صغيره من البيكربونات دي سود. هذه ملعقه صغيره مش كبيره، هاكم تشوفوا نصف ملعقه، نحطوها في الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحرك الماء مليح. حركت الماء مليح كما شفتوا للبيكربونات دي سود ذابت. تاو باش نجيب الحمص اللي غسلته. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحطه في الماء ونحركه مليح. كما شفتوا معايا كملت حركت الحمص في الماء والبيكربونات دي سود. وبالنسبه للماء اللي استعملته راهو ماء بارد يعني من السباله. تو باش نغطي الكسرونه ونخلي الحمص يتنفخ، ومت غدوه بحول الله نطيبه. ناتو في 11 نتاع الليل وغدوه بحول الله 7 نتاع الصباح نبدو مع بعض نحضر في وصفه اللبلابي. شفتوا معايا الحمص بعد لبات ليله كامله وهو في الماء يتنفخ، ومعاه نصف ملعقه من البيكربونات دي سود. نحركه تو شويه كيف هكا. انا من البارح ما حركتوش كيما قلت لكم، راني باش نبيته. نحنا ساعتها في 11 نتاع الليل حتى للسبعة نتاع الصباح. ان شاء الله نهاركم زين. تو هاني حركته مليح، ونمشي نغسله بالماء مليح، ونحطه كسرونه فيها 3 لتر من الماء. نحطوها على النار تسخن، هي توصل مرحلة الغليان، نكونوا نحنا غسلنا الحمص مليح وخليناه يستقطر. تو باش نغسل الحمص مليح، حطيت كسرونة على النار فيها قيمة 3 لترات من الماء، ها وصل مرحلة الغليان كيما تشوفوا. تو باش نزيد عليه الحمص اللي غسلناه وخليناه يستقطر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحركه مرة كيف هكا. تو باش نخليه يوصل مرحلة الغليان مرة أخرى. كيما تشوفوا معايا الحمص والماء وصلوا مرحلة الغليان. تو باش نقص عليهم النار، نخليهم يطيبوا على نار هاديه. بالنسبه لينا متعوده نحطه ساعه و15 دقيقه على نار هاديه، وكل مره نحركه شوي. نخلي عليه الغطاء كيف هكا ونخليه يطيب على نار هاديه، ونمشوا نحضروا شويه لفاح وشويه اللوازم اللي باش نحطوها للبلاد. الحمص باقي يطيب على نار هاديه كيما شفتوا معايا، وكل مره نحركه شوي. تو حضرت اللوازم اللي باش نقدوها في اللبلابي. انا ما نكثرش فيه حاجات ياسر، نحط فيه كان اللازم، والوصفه القديمه اللي تعلمتها بقيت نستعمل فيها. عندي خبز بايت من البارح، خذيت 3 ميني باكيت، وعندي زيت زيتونه، عندي عصير الليمون، عصير نصف ليمونه، عندي راس صغير ثوم قشرته، عندي ملعقه اكل هريسه عربي، هريسة محضرتها في الدار، هريسة دياري وزمنية. تو نخلي لكم بحول الله اللي متاعها في صندوق الوصف. وعندي ملعقة أكل من الكمون الكعب، هذه اللوازم اللي باش نحطها في اللبلابي. تو باش نبدأ نهرس الكمون بعد لا نقيته ونظفته، باش نهرسه ونرطبه، وبعد نزيد عليه الثوم ونزيد عليه الملح.
كما شفتوا معايا هرست الكمون مليح رطبته وزدت عليه شويه الملح والثوم. هذا علاش تحصلت. باش نهز الكمون والثوم والملح اللي هرستهم ونهز الملعقه نتاع الهريسه ونزيدوهم في الحمص على خاطر الحمص طابتو. هاي نمشوا نشوفوهم مع بعض. الحمص نتاعنا حضر وطاب، نحبكم تشوفوه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحبكم تشوفوا كعبه الحمص كيفاش تبدا طايبه. شفتوها كيفاش نزلت سخونه، سامحوني، تبدا ذايبه ذوبان، يعني تبدا الكعبه صايمه كيكيكه، اما كتلمساها كيف هكا شوفوها كيفاش، يعني الحمص نتاعنا حضر وطاب. كيما قلت لكم نراو يشدني ساعه و15 دقيقه على نار هادي، ونحركه كل مره شوي. تو باش نزيد فيه شويه الكمون والثوم والملح. كيما شفتوني خرجت الجرد هرستهم في المهرس العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحركو مليح لين المكونات كلها تتحل، ونزيدو ملعقه اكل من الهريسه العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، نزيد نحركها مليح. مازلت ما طفيتش النار، بعد لا نزيدو فيه لفاح، يلزمنا نخلوه 5 دقائق على نفس النار، نار هادي. ما زدتوش الماء، خليته يطيب على نار هادية باش يحافظ لي على الصوص نتاعو، يعني نفس الماء اللي حطيته فيه. ما نحبش نزيدو الماء باش ما يجينيش فاتح المذاق نتاعو، يعني يجي مذاق الحمص الصوص نتاعو تجي مذاق حمص 100%. نحرك المكونات كيف هكا. نرجع لها الغطاء 5 دقائق ونمشوا مع بعض نفترشوا الخبز. بديت تو نفترش في الخبز، يلزمنا نقصوه ولا نفترشوه في تريشات كيف هكا، وماذا بينا يبدا الخبز بايت باش يجينا مذاق لبلابي 100%. اللبلابي نتاعنا حضر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذايا اللبلابي. كيما تشوفوا راهو 500 غرام تزيعاله كامله، ديما حاجه الدار نظيفه وينزل فيها ربي البرك، وتبذر على الاخر. شفتوه الصوص نتاعو كيفاش خاثر. ما يلزمناش نعملوا صوص جاري، ما نكثروش فيه الماء، نقدو من الاول 3 لترات ونحافظوا عليهم، لا نزيدوا ماء لا نزيدو حتى شي فيه. كيما تشوفوا يجي قد قد هو والصوص، كل واحد نعملو له مغرف ولا اثنين كيف هكا حمص، ومغرف ولا اثنين كيف هكا صوص. يزعيله فيها 8 افراد ان شاء الله. تو باش نحضروا صحن اللبلابي، تو فترشت الخبز الباقيت اللي هو بايت من البارح، عبيت صحفه هذه باش نحضرها معاكم، وعندي نصف ملعقه صغيره ولا اكثر شويه هريسه عرب، وعندنا زيت زيتونه اللي شفتوه معايا في التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحطوا قيمه 2 ملاعق اكل من زيت زيتونه في كل صحيفه كيف هكا، حطوا قيمه 2 ملاعق اكل من زيت زيتونه، والهريسه هذه تبقى حسب الذوق. ثم اللي يحب الهريسه في الصحن، وثم اللي يكتفي غير بالهريسه اللي حطيناها في المقفول يعني في اللبلابي، ولهذا هذه تبقى عمليه اختياريه. نحركها مليح ونزيدوا فيها 10 قارص، ونزيد فيها شويه عصير الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم، قيمة ملعقة صغيرة ما نكثروش. باش نهز بسم الله الرحمن الرحيم من اللبلابي، ونحط 2 مغارف وكبار من الحمص، يبدا في الصحن كيف هكا. ونزيدو نهزو 2 مغارف من الصوص.
الزبده والهريسه اللي خلطتها معاكم. نحطوها كيف هكا. وعندي بيضه، ونحنا في العيله ما ناكلوش البيض الرايب، خليتها ناقصه طياب شويه مش رايبه. وعندي شويه تن، التن ثاني يبقى حسب الاختيار. وبهكا اللبلاب نتاعنا يكون حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطوا خيوط كيف هكا من زيت زيتونه، ما نكثروش، نحطوا فوق البيض شويه كيف هكا قطيرات. كيما تشوفوا معايا اللبلاب التونسي نتاعنا حضر. هذه الوصفه قديمه، وصفه تقليديه، وللمشتركين من الدول العربيه راهو قبل ما نبدو ناكلوا فيه يعني نحركوه بالمغرف. ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير اللبلاب التونسي بطريقه زمنيه وقديمه، وتنال رضاكم. الى اللقاء في وصفه قادمه عن قريب. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.